نلتقي نحن وياكم اليوم بهاليوم التاريخي، يوم كنا منتظرين فيه ترجع تقوم العدالة في التمثيل النيابي في لبنان. ولكن سمعت التصاريح اليوم ما توخيت منها خير. أولا التصريح الكبير طبعا هو ترك قسم مهم من المؤيدين للقانون الأرثوذكسي ونكس بالوعود المقطوعة وأسقط أهم قانون بالنسبة للمسيحيين، لأنه الحكم بلبنان من سنة 1992 لم يكن حكما قائم على شرعية، تكررت الشرعية فيه من صياغة القوانين إلى التصويت. حتى بالقانون السيء اللي كان قائم سنة 92 ما انتخبوا ما أيدوا حدا، طلع مجلس كرر ذاته من وقتها وهو غير شرعي قائم على باطل، وبقي الحكم في لبنان قائم على باطل لأنه المجالس المنتخبة كانت كلها من إنتاج قانون لم يأخذ أكثر من 13% من اللبنانيين سنة 1992، وصاروا كل قانون يكرروا حتى يربحوا الانتخابات. بينما الدستور ينص بالمادة 24 على المناصفة، ووثيقة الوفاق الوطني تنص على التمثيل الصحيح لجميع فئات المواطنين، لهي احترمت ولهي احترمت. مناصفة ما في وتمثيل صحيح ما في. اليوم كنا عطينا حظ للمسيحيين حتى يرجعوا حقوقهم، وكان عندنا أمل بالفريق الآخر يلي معارض لهالقانون إنه بلحظة تأمل يعرف إنه الوطن لا يقوم إلا على العدل وعلى المساواة. اليوم نقضوا ميثاق العيش المشترك، مع الأسف إنه النقد إجا بقبول بعض المسيحيين يلي هن أصحاب الحق. التنازل اللي انعمل بالطائف اتكرر اليوم بدرجة أعلى. نتأسف للنتيجة اللي وصلنا لها اليوم، لكن نضالنا بده يضل مستمر. أولا العدالة غير موجودة بقانون اللي بيمثلنا اليوم اللي بدنا ننتخب على أساسه، والعدالة الثانية في المساءلة بمجلس النواب غير متوفرة من 20 سنة 24 سنة لليوم. لذلك انسرقت الدولة، صار اعتداء علينا بقانون الانتخابات، وصاروا إذا اثنين اتفقوا يسرقوا لحتى يردوا المسروق لازم يكون في إجماع. أنا إلي حق أسرق مين ما كان، ولكن بدي أرجع لمجموعة هي بتسمح لي رد ولا ما بتسمح لي رد المسروق. فإذا أسف كبير على الخيارات السياسية المعمولة ببلد ينقض العيش المشترك. العدل هو أساس العيش المشترك، العدل هو اللي بيثبت الوطن، أركان الوطن. فإذا نحن عندنا همين، هم العدالة للمسيحيين وهم تثبيت الوطن، هن همون شغلة وحدة، هم يكسبوا المقاعد وكمان بالوقت نفسه بغية الاستيلاء المستدام على السلطة. شكراً.